النصيحة بجمل، هكذا كان يقال، لكن نصيحة هذا الرجل لذاك الرجل قد تكون أثمن. فهذا الرجل يعتقد بأنه بل يعتقد بأنه من أبرز أسباب وصول ذاك الرجل إلى البيت الأبيض. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستراتيجي الشهير وعراب اليمين الجديد ستيف بانون قال في مقابلة على فوكس نيوز إن لديه نصيحة واحدة للرئيس ترامب. وقال بانون خلال مقابلة له تعليقا على تراجع الرئيس ترامب أمام بايدن في استطلاعات الرأي فيما يتعلق بالفيروس التاجي إن 50% يعتقدون بأن الرئيس يقوم بعمل جيد، وتابع هو أمر يتعلق بالقيادة، نصيحتي لترامب أن يجمع فريقه الكبير الذي يقود الجهود الوطنية للاستجابة للفيروس ويعقد مؤتمرات صحفية يومية وإظهار القيادة. ترامب تلقف النصيحة فورا، لا بل استدار 180 درجة في موضوع الكمامة، وقال إن ارتداء الكمامة عمل من قبيل الوطنية. طبيب البيت الأبيض فوتشي رحب بالاستدارة، وها هو ترامب يستعد لمؤتمر صحفي بعد قليل يحيي فيه التقليد السابق بعقد مؤتمرات يومية حول كورونا.